ويا اخذنا هنا عقب الركبه وعقب كل شيء، بس نتقه بسيطه كنت اروش الحصان نتقه بسيطه انقطع السروع من هنا من عند المقبض عند الحلقه، فنتقه بسيطه خلتها ينقطع وراكب طول الركبه هذيك، لذلك ما كان في شد زايد او شعبطه زاده او مقاومه زاده من الحصان وانت قاعد تعسر نفس الوقت. لو كنت يعني باختصار لو عسرته كان قطع العنان، لو كان في عسر واضح زي عسر اغلب طرق الركوب كان انقطع العنان، نتقه بسيطه وانقطع وقديم طبيعي ينقطع، بس يصير فكرة حتى لاحظ إنه مثلا لو أفر من الجهة الأخرى لاحظ إنه بعد مدري يبين أو ما يبين بسبب الشمس، يعني أغلب الأماكن اللي فيه بسهولة ممكن أقطعها سواء بتل أو بسحب، ومع ذلك ما انقطع أثناء الركوب بسبب خفة يدك أثناء الركوب. يعني مع باختصار لو كان مدرب غلط وعلى نفس القطعة ذي كان انقطع أثناء الركوب ورحت وطي.